مرحبا بكم. كيف تتبعنا دابا عاد المرحلة ديال الجري بعد الجري ديال حوالي 30 دقيقة؟ هادو بعض الحركات كذلك اللي يمكننا أن نستعملهم محليا، سواء في داخل البيت في الصالون ولا في على السطح. احنا هنايا ظروف أخرى اللي كتسمح لنا اننا نخرجوا. كيف تتبعتوا دابا عاد جريت حتى الشوارع ماشي 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 ممنوعه، ولو اننا وصلنا تقريبا 900 حاله ديال كورونا، باقي ما وصلناش لذاك الحجر التام هنايا. على اي هذه بعض الحركات بسيطه اللي غادي نقدروا نتبعوها بواسطه هاد العود اللي هو العود ديال الشطابة. كيف كتشوفوا حاجة سهلة مثلا، بعض الحركات اللي كتساعد الإنسان، مثلا الوقوف عادي على الحجم ديال النص ديالنا. هاد الحركة بحال هكذا مستقيمة مستقيمة، والتنفس دائما مرتاح هكذا، طريقة بسيطة هكذا 10 مرات، نديرو 3 4 5 مرات في الاتجاه هذا. عندنا كذلك نفس الحركة لكن من الوراء، باش نخدمو كذلك العضلات. نفس الشيء، ها مستقيم، التنفس ديالي مرتاح، أنا حتى نتكلم، أنا غنتكلم، ماشي عوج، ماشي نعوج، ترانكيل، عادي. عاوتاني كذلك 10 مرات، نوع. هادو 4 5 حركات غادي نوريهولكم، ديرو 10 10 10 10 مرة واحدة، عاوتاني نرجعو مرة ثانية. عندنا كذلك هذه نشد العود من هنا والعود من هنا هكذا، نطلع اكثر الاعلى ما قدرت عليه، الى قدرتي الفوق طلع الفوق. المهم 10 مرات على هذه اليد، ونبدلوا اليد عاوتاني كذلك، نبدلوا الكف نفس الشيء، ونساعدوا بعضياتنا هكذا هكذا 10 مرات حتى التاليه. عندنا وحده الصدر هكذا كذلك مرتاح، راح تطلع 10 مرات كيف كنشوفو هكذا، كيف كنتبعو هكذا. عاوتاني المرحلة الأخرى هي 1 2 1، عاوتاني 10 مرات 10 مرات على هاد الاتجاه هذا نفس الشيء. عندنا كذلك هذه اللي بقات من هنا نطلعو الفوق، 1 ونرجع 2 نرجع 3 وأنا غادي حتى 10 مرات هكذا. دكور، عندنا هذه كذلك نشد على القبطة ديال اليد، ماشي نمشي عريض بعد نبقى على العرض ديال الكتفين ديالي، ونخدم 1 2 أبعد نقطة قدرت عليها نهود بحال هاد الشكل هذا هكذا. عندنا الحالة الأخرى يكون عندنا سداري ولا يكون عندنا كرسي بحال هذا، غادي نجلسو بحال هاد الشكل هذا، نوقفو القوة بحال هكذا، ونوقف مستقيم ونجلس، هادي الرجلين هكذا نطلع ونهود كذلك 10 مرات هكذا ونهود يا سيدي، بلا ما نعوج بلا ما ندير والو، نطلع مستقيم هكذا ونهود الحالة هادي. غادي نهودو الأرض وغادي نخدمو شوية نفس الشيء بهاد العود اللي في الحقيقة هو غادي بعدا قبل ما نهود الأرض غادي نكملو العمل اللي خدمناه هو ديال الرجلين. دائما نحط شيء في الأرض ولا نحاول نقيس بيدي غير بهاد الطريقة هادي ونطلع. اللي يقدر بالعود أحسن يهود مع العود ويطلع، بقى مستقيم 10 مرات، إلا ما تقدر تهود بلاش كذلك غتشد راسك ودير نفس الشيء، تعود قيس وطلع، ولكن هنا كنعوجو شوية الطريقة ديالنا، ولهذا الحالة هي هادي، نحاولو نلتزمو بهاد باش يخليك الاستقامة ديال الجسم وتهود وطلع، أحسن هي هكذا تهود وطلع، نهود ونطلع، دائما الحالة مستقيمة. إذا دابا غادي نرجعو المرحلة ديال الأرض، هنا عندنا بزاف ما غادي نخدمو، ياك هاد الوضعية هادي دائما، رجلي مرتاحين، وغادي نخدم
الحيطه نطلع واحد ونطلع، ما حتى شي نطلع عالي غير بشويه عليا، كل واحد يطلع الحاجه ديالو فين يقدر والسلام. هذه مرحله، مرحله اخرى هي هكذا يطلق الجليد مزيان ونهود ونطلع ونهود ونطلع ونجمع رجلي ويدي ونطلع، جمع رجلي ويدي ونطلع، حتى هادي 10 مرات تقريبا. حالة أخرى هنا إذا ما عندي شي فين شبار ولا أي حاجة ونطلع على رجل واحد ونهود، طلع بخلي رجل واحد يشد في الأرض والآخر يطلع لي الجسم ديالي كامل ونهود وندبر كذلك ونهود ونطلع ونهود، تنفس مرتاح. غادي نكملوا العمل ديال الرجلين دائما. عندنا كرسي ولا عندنا اي حاجه في هذا المقابل، هي هكذا طلعوا مستقيما مستقيم ونهود مستقيم ونهود مستقيم ونهود. اللي عنده صعوبة باش يطلع وما يقدرش يبقى مستقيم يستعين بالعود كذلك، خليك دائما مستقيم وتهود، خليك دائما مستقيم وتهود. هذه حالة حتى هي. عندنا حاجة أخرى وهو يمكن هنا عادي شوية يكون أقرب، وهو نحاول نهود بهذه الطريقة هذه، بهذه الطريقة هذه، هيدا ونطلع ونعاود نهود برجلي مستقيم ونخلي رجلي يهود شوية بلا ما نرضخ، نهود شوية ونطلع.